رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية موضوع جوهري انعقدت على إثره أشغال المناظرة الجهوية لجهة الشرق. هذه المناظرة تشكل محطة هامة في أفق مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. من هذه الورشات الجهوية كانت تدرج ضمن المسلسلات الوطنية لتحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والذي يقتضي انخراط جهوي ووطني لكافة شرائح المجتمع وفق مقاربة تشاركية وكذا تشاورية. في كلمة لها خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة الجهوية، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي الدور المحوري لهذه المحطة من المشاورات التي ستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل مشترك. ليكون في علمكم أن جامعة محمد أول انخرطنا في هذه الاستراتيجية ديال التنمية المستدامة، وقمنا بتنزيل واحد استراتيجية التنمية المستدامة داخل جامعة محمد الأول، قمنا بتقديم عدة تكوينات في هذا المجال. هذه المناظرات تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وجرت محطاتها الأولى على مستوى جهات العيون، الساقية الحمراء، والدخلة، وادي الذهب، وقلميم، وادي نون.